شباب احنا نرحب بك بإذاعة المربد. يعني نقدر مثلا بالبداية عرفنا عن نفسك، يعني كابتن الدولي حسين بن أحمد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم وعلى كل متابعين إذاعة المربد وكل أهلنا في البصرة وقضاء الزبير. الحكم الدولي المساعد حسين فلاح مرشد من خور الزبير قضاء الزبير، حكم دولي من 2020 أو 2021 العفو، ودخلت سلك التحكيم بال 2009 والحمد لله والشكر وصلنا إلى القائمة الدولية بفضل الله سبحانه وتعالى ومساندة أهلنا ورياضيين. كابتن بدايتك أنت رياضي تلعب مور؟ نعم، يعني أنا كنت لاعب بالفرق الشعبية على مستوى الفرق الشعبية، وبعدين أثناء ممارستي لكرة القدم بالفرق الشعبية هويت أنه صارت عندي هواية، صارت عندي رغبة أنه أدخل مجال التحكيم، ودخلت مجال التحكيم من خلال الفرق الشعبية. حكمت مباريات بالفرق الشعبية، وبال 2009 صارت دورة بمحافظة البصرة، دورة آسيوية، ودخلت والحمد لله والشكر اجتازيت هذه الدورة، ويعني استمرت المسيرة بعالم التحكيم. كابتن حسين، انت الحكم الدولي الوحيد حاليا بالبصرة؟ حاليا الحكم الدولي الوحيد محافظة البصرة بعد 50 سنة، يعني بعد الأستاذ الكبير، تحياتنا إلى الأستاذ سامي محمد ناجي. فالحمد لله وشكر لله أنه الحكم الدولي الثاني في محافظة البصرة بعد الأستاذ سامي محمد ناجي، وطبعا بعد عناء وبعد سنين عجاف محافظة البصرة ما كان لها نصيب في السنوات السابقة أنه يكون حكم من أساتذتنا اللي سبقونا في التحكيم أن يدخلون القائمة الدولية. طبعا أكو ظروف هواي ما ساعدتهم أن يدخلون، الحمد لله والشكر ساعدتنا الظروف أنه ندخل القائمة الدولية. شنو تتوقع أن تصير حكم دولي؟ هي بدايتك أنت كهاوي قلت؟ أنا بدايتي كهاوي. نعم، بس شنو تتوقع أن توصل إلى حكم دولي؟ الحلم مالك؟ أكيد. نعم أكيد، كل إنسان لما يخلي له فد هدف معين ويشتغل على هذا الهدف أكيد راح يوصل، لأنه طالما أنت كان عندك حلم وكان عندك هدف فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، لأنه بدون التوفيق من الله، بدون مساعدة الآخرين، بدون ما تتعب تجتهد تضحي فأكيد ما راح توصل. لكن كل هاي الأمور توفرت أنه التوفيق من الله سبحانه وتعالى والتضحية والجهد والعناء. بداية حصولك على الحكم الدولي، نعم، شلون يعني صارت؟ طبعا قلت لك هي سنوات صعبة قبل دخولي للقائمة الدولية. اي اختبارات مو اختبار، يعني انا بالسنه كنت ادخل اختبارين، اختبار بدايه الموسم اختبار نهايه الموسم، والحمد لله جميع هاي الاختبارات تكللت بالنجاح، اضافه الى انه انا توفقت في دخول 4 دورات دوليه فوتورا، توفقت في جميع المباريات اللي انيطت الي في الدوري العراقي الممتاز، يعني كل المباريات سواء صعبه او سهله اجتازيتها بنجاح. كانت صعوبه اول مباراه نزلت بها بالساحه امام أكيد الجمهور؟ اكيد اكيد، دائما اول تذكرها اي مباراه حكمتها؟ نفط ميسان والشرطه، كانت في محافظه ميسان ملعب الميمونة، وكانت مباراة مشحونة، مباراة جماهيرية، مباراة كان نادي الشرطة يعني يضم أغلب عناصر المنتخب الوطني اللي كانوا حاملين إنجاز كأس آسيا، وكان المدرب حكيم شاكر يعني مدرب نادي الشرطة. فكانت مباراة صعبة، تعرف أنت أول مباراة إليك وأنت حكم درجة أولى، بعدك شاب صغير يعني ما عندك ذيك التجربة، تدخل في هيك أجواء أكيد راح تكون المباراة صعبة. دخلت ضمن نخبة آسيا، القائمة الدولية نخبة آسيا، وإن شاء الله يعني عن قريب يوم 4/6 إلى 15/6 راح نكون ضمن التجمع حكام نخبة آسيا. لحد الآن ما محدد المكان، يا إما بالإمارات أو ماليزيا، لكن حاليا أنا ضمن نخبة آسيا، ضمن أحد الطواقم اللي تقود مباريات كأس الاتحاد الآسيوي ودور أبطال آسيا. على مستوى الاتحاد المركزي موجود الدعم، يعني الشخص الكابتن الأستاذ عدنان درجال
ولجنة الحكام المركزية، لكن على مستوى البصرة للأسف يعني أنا يمكن حكيتها سابقا في لقاء سابق معك، نعم. وهسه راح أكررها، أنا انصدمت من دخولي القائمة الدولية في محافظة البصرة، صراحة انصدمت لأنه تحسست أنه هذا مو إنجاز، يعني ما قدمت فد شيء، وتشوف أكو ناس يعني حتى على مستوى الإعلام انصدمت من موقف الاتحاد؟ الاتحاد الفرعي، الاتحاد الفرعي في محافظة البصرة، اللجنة الأولى الاستشارة الدولية. هسه أنا راح أقول لك، نعم. راح أقول لك كل الموضوع، أنا قلبي غص يعني لازم أحكيك إياها أستاذ علي، يعني صراحة من المحافظة شخص السيد المحافظ إلى نواب محافظة البصرة إلى الاتحاد الفرعي إلى اللجنة الأولمبية إلى مديرية الشباب بالرياضة إلى يعني كل من يعني يمثل الرياضة في البصرة، أنا انصدمت من عندهم صراحة، وعندي رسالة عتب لهم كل هاي الأطراف اللي حكيتها، لأنه أنا من دخلت القائمة الدولية من العام الماضي ولحد الآن ما حسسوني انه اكو شخص مثلا جاب انجاز للبصره، حكم دولي، ما اعرف يعني شنو. اعتقد انصدمت مره ثانيه بالنخبه الاسيويه نفس يعني اعلام الاتحاد الفرعي حتى ما كلف نفسه نشر له منشور، ويعني توصلهم، انا احكيها بدون رتوش، يعني احكيها مباشره لهم. انا بخور الزبير ما عندي ملعب مثيل، يعني فقط ملاعب ترابيه، فكل تماريني على ملاعب ترابيه الحمد لله والشكر، ولا تزال على الملاعب الترابيه والحمد لله والشكر، يعني تأقلمت على هذا الوضع. نعم. اخر مباراة حكمتها حاليا بدوري ممتاز، وشني كان موقفك بها؟ اعتقد هي كانت الشرطة ونفط الوسط. الشرطة ونفط الوسط، نعم. الحمد لله والشكر، يعني مباراة كانت صعبة، يعني صعبة جدا، مباراة كانت مضغوطة ومشحونة، ملعب النجف الدولي، انتهت بفوز نفط الوسط على الشرطة 2-1. الحمد لله وشكر توفقنا بالمباراة، احنا كطاقم تحكيم توفقنا بالمباراة، وما كانت اكو اخطاء يعني داخل ميدان اللعب، الحمد لله وشكر لله، لكن هي مباراة صعبة كانت.